القصة مثل مكره أخاك لا بطل. يضرب هذا المثل في من يأتي بفعل رغما عنه وتضطره الظروف إلى شيء لا يريده، ويعتبر هذا المثل من أكثر الأمثال العربية الشائعة في المواقف التي يضطر فيها الشخص للعمل دون إرادته. وللمثل قصة وقعت أثناء الفتنة التي حدثت مع علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وأول من قال هذا المثل هو عمر بن العاص. والقصة تدور حينما اشتعل فيتل المعارك بين جيش علي والمنظمين عليه من الصحابة، وبين جيش معاوية ومن معه من باقي الصحابة. خرج علي في إحدى المعارك وخلع عنه درعه طالبا من يبارزه، وفي المبارزة هي المصارعة بالسيف بين رجلين، وهذا دليلا على البطولة والشجاعة، فهابه الجند من جيش معاوية. إنه علي بن أبي طالب ابن عم الرسول وزوج ابنته، الرجل القوي البليغ الذي لا يحيد. لم يستطع أي رجل من جيش معاوية أن يخرج لمبارزة علي، حتى معاوية نفسه لم يخرج لما رشحه الجند للمبارزة، فقد رفض والتفت لعمر بن العاص يطلب منه مبارزة أبا الحسن. فصعق عمر من ذلك الطلب وقال متعجبا: أبارز أبا الحسن؟ وإنما قصد بذلك أنه لو كان رجلا سواء لبارزه وما هابه، ولكن بطولة علي بن أبي طالب وشجاعته ليست بالشيء اليسير. فلما أحس معاوية الرفض من عمر بن العاص قال له: عزمت عليك أن تبارزه، أي أمرتك بذلك. فخرج عمر بن العاص، ولما وقف عند علي رمي سيفه على الأرض وقال: مكره أخاك لا بطل. وفي رواية أخرى: مجبر أخاك لا بطل، ويعني بهذا أنني ما جئتك بطولة مني، إنما أجبروني على هذا حتى خرجت. فضحك علي ورجع إلى صفه ولم يبارزه. وبعدها تقاتل الصفان وقامت بينهما حرب عصيبة بين المسلمين والمسلمين، وكان كلا الطرفين يكفر الطرف الآخر ويقتله باسم الله، وراح ضحيتها الكثير من الصحابة والمسلمين من الطرفين. وتعتبر هذه الفتنة من أشد الفتن التي مرت على المسلمين، وقد انتهت بنصر علي على معاوية بن أبي سفيان وجيشه، ولكنهم قاموا باغتيال علي في وقت لاحق، وكما قاموا بقتل الحسين بعد مطالبته بالحكم وأسر أهل بيته والذين هم أيضا أهل بيت الرسول.